و هر چهار همان خوا یکو خواستن بدلو جان پارتیا جبر پارتیا پیاده ام و آنکه به منت ببیر دینن و ام بر از گرتن بشن اخوال بر مالبات واد طوینن في شنغال الشعب اليزيدي هو اكثر شعب في العالم مسالمة وحبا للخير للآخرين، ولكنه تعرض في الماضي القريب إلى مذبحة كانت عار على الإنسانية، وكانت هناك قوى موجودة تدعي بأنها تستطيع أن تحمي شنغال، ولكن عندما وقعت الواقعة تركوا شنغال لمصيره وذهبوا، وحدث ما حدث لهذا الشعب المظلوم من قتل وإرهاب، وهذا القتل والإرهاب كان بتوجيه وتآمر.